معكم منير عبد الهادي السرحاني، كنمثل جماعة القواسم. كيف ما كتشوفوا الحالة ديال الخيالة حاليا، كيفاش كيحسوا بالفرحة ديالهم اللي هادي عامين وما مقاطعين هاد الهواية، واليوم هما جاتهم مباراة تفتحات المباراة قصيد لدار السلام. كما كتشوفوا كاع الخيالة فرحانين ومشتاقين للبارود، وما نقدروش نوصفوا لكم الشعور ديالنا، لاننا مده هذه وحنا كنتسناو هذه اللحظه. والحمد لله انتم كتشوفوا هادو كاع السرب اللي هما مشاركه ل 2022 اللي غادي كتستعد نهار 8 هو الثلاث المقبل ان شاء الله. ونتمنوا ان شاء الله التوفيق للجميع والسلامه للجميع، والله يكمل بخير وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر الحمداني، كاتب عام جمعية الدكالة الفنون الفروسية التقليدية والحفاظ على التراث. احنا الان كنتواجدوا بمحرك مولاي عبد الله امغار اللي كتجرى فيه الان تداريب ديال المباراة الجهوية لاقصائيات المؤهلة جائزة الحسن الثاني بدار السلام بالرباط. احنا الان كيف ما كتعرفوا هذا اليوم هذا اللي هو يوم الخميس تم فيه انطلاق التداريب بالبارود. الحمد لله بعد الجائحة اللي مراش وبعد التوقف اللي كان بسبب جائحة لمدة ما يزيد عن سنتين ونصف، الحمد لله الآن كنحسوا بواحد الشعور يعني بالدارجة يلا تنفسنا، يلا ارتاحينا، يلا تنفسنا من بعد أول قرصة كتم الآن من بعد غياب طويل ما يناهي السنتين ونصف. الآن حنا كخيالة أو كسربة كل أي ركاب سولتيه من بعد القرصة من بعد المدة كاملة غيقول لك يلا تنفس، أو كيف ما كنقولوا يلا تفاجيت، يلا ارتاحيت، بهذ المصطلحات هادو. يعني حنا بالنسبة لنا في هذه الهواية أو في هذه البلية، هذه القرصة ديال البارود عندنا هي كل شيء. كنضربوا تماره، كنديبلاصا، وكنبنيو الخزانه، البرد النوم قليل، بزاف ديال الحوايج، كتسهر مع الخيل، وداك الشيء كل شيء على هذه القرصه هذه او على هذه الطلقه هذه اللي كتكون ديال البارود. يعني
راه كاين ربما خصها تكون موحده او كتكون مزيانه يعني واخا كتكون فيها شويه الخسران ولكن على الاقل يعني كوميم يعني انها كتفاجئ الانسان واحد الشابه او كاشخاص مبليين بهذا الهوايه او بهذا الميدان هذا. وباش ما نطولش كلمه اخيره كنتمنوا السلامه للجميع جميع السراب المشاركه الله يجيب السلامه والتيسير للجميع واللي تاهل الله يسهل عليه ويكمل ليه بخير واللي ما ساعفوش لحد السنه المقبله ان شاء الله. فعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.